مستحيل باش يكون واحد في الموالاة يقبل رأي معارضة في العالم أجمع، ومستحيل باش المعارضة تفوت برنامجها على حساب كتلة جبهة التحرير الوطني. هذا القانون مر على مجلس وزراء هم وزراء جبهة التحرير، وفيهم رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، مر على حكومة جبهة التحرير وهم أعضاء في اللجنة المركزية، ومر على نواب جبهة التحرير الوطني وهم كلهم أعضاء في اللجنة المركزية، إلا كلهم قياديين. إذن أنا مطمئن جدا، وأقول لمن سيصرخ، لأنه واش باقي الآن؟ رايحين تصوتوا، وأنا متأكد باللي اللي تحبوها تفوت، هذه جبهة التحرير، تحبوها أنتم تفوت. ما بعد ما يفوت، رايحين ياخذوا الأبواق، يبدوا يتكلموا عن جبهة التحرير بعت البلاد، وهذا معروف دائما. نواب جبهة التحرير تنازلوا، نورا جبهة التحرير داروا. يبان احنا درنا، احنا نتحملوا مسؤوليتنا كاملة. والشعب راه يسمع فينا.